معكم السباخ أبو حمزة. كنت خدام كنصبغ ويتفرقع عليا الصطلاو الصطال تفرقع كل يوم مرت صباغه صحش الدنيا كي ولات او مرحيوطه عوس عليا المقدم ارفع العقه جات العقه خذي مره اخرى يما هو تهز الوقات زاهية شو حنا غادي الخدمة عاوتاني غادي نصبغو الزمعة الشراء والفوطاش البارحة صاحبي درت فضيحة البارح انا كنصبغ وكنترطى تفرقعت الصطوله ديال الصباغ دابا غادي نمشي نجمع الروينه الدار مرونه بالصباغ البارح صح ما عنديش باش نجمعها دابا غادي بفوطات وشراوات باش نمشي نمسح داكشي نحيدو قبل ما يك علينا مول الدار ميشه اليوم طالعه ولكن كاين البرد فهمتيني بحال الفريق والثلج الدنيا بوبقة بيضه الصباح هذا هاي الصباغه كلها تفرقعت البارح هنايا هي نيت غنصبغ بها الكمال الحيوطه وشي لعيبات غنصبغ بها هي نيت ملي نسالي غنشطبها نحيدها فهمت واش غنصبغ هادشي هذا كامل صبغت يما الصباغ ما يضيعش ليا غير بحال هكا ترى الصباغ هادي ما تحيد اصاحبي لا بغات تحيد واحد الشرويطه من بلاصه تطيب لصقات بنت الحرام مشكلة كهلي هاي خدنا زينة صافي حنا حيدنا كلشي مبقى والو باقي شوية الخطوطة نزرب عليهم صافي ارفع العقة جات العقة خدي مرة اخرى يما عرفتي شحال خدام النهار 20000 ريال النهار كنخدم غير كنجي مع داك 12 مع داك 12 النهار كنبقى حتى ديك الخمسه كنجي كنصبغ غير الحيوطه وكنلاقي الارض وكنستيكي الدعوه خدمت البارح جيت مع 12 خرجت بحال هادي مع ديك الربعه ونص ودابا ديال الخمسه خديت 1000 درهم البارح ودابا عطاني 1000 درهم هاهي 1000 درهم هاهي الجوارقات ثلاثه الورقات اربعه هادي خمسه وهادي ديال البارح هادي ديالي 3000 ريال بحال 3000 المغربيه وهادي 1000 درهم انا كنخدم غير مع الكور فهمتيني ما خصكش تخدم مع العرب كتخدم مع العرب كيعطيك جوج دريال من الاحسن ديما خدم مع الكور فهمتيني كنخدم انا بعد ما مع الكور كيعطوني 4000 ريال الساعه حتى 5000 ريال الساعه شي كور هذا والناس اللي عندهم الحرفه ديال الصبيغ والجليج داكشي تكون هنا في برا حارق تكحل العاقه كاينين بريكولات بزاف انا صراحه ما حريفي ما والو انا اي حاجه كندير كتعرف الصبغ كنعرف الصبغ كنصب جليج كنصب جليج ولكن انا خدمت كنصب لامينات ديال العود بحال هذا هذا كاين هذا قديم هذا واحد اخر جديد لامينات سميتو ديال العود قالوا لي كتعرف تصايب قلت لهم كنعرف نصايب جيت معاهم شويه نلعب وانا نصايب من ورا راسي يلا تقعدوا برا العاقه العاقه جات العاقه والعاقه بلاتي قبل ما نمشي نضرب واحد السيزو شحال هادي نضربتو السيزو هذا يا لون الحفلة عاوتاني يا لون الحفلة سطال تقلب عاوتاني خدام بوحدي حتى واحد ما عس عليا الدعوة خاوية
دابا نخرج شي فحال الخرجه شوف يعني نشوف الضوء بحال البراسه ديال المقدميه ديال البركه ديال المقدميه حضايا كتلقى عاس على الدرب كامل حاضر ملي الضوء طفق ليس صاحبي ساكن هنا وانا كنقز الفوق كاع صداتهم نمشي فحال هادشي قبل ما يجيو وي الاسبال اللي خاصو شي سد داري هو شوف حالنا دابا شي تدويشه باش نقصيو العشره هنا هو الثلج نتلاحو فيه إنه الثلج الجميل لا 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 قد يزايا اليوم هنايا بس على هم كاع هذا مول الطاقيه تولي شكرا جزيلا لكم بينا مول المقدميه انا هو المقدم اختنا زاهيه شو هاد الزينه صاحبينا الدنيا عامره ما باش كيبيع هذا انا التقلية زاد تحت خونا هذا ما شنو كاين هنايا الساطة تيغنيو يغني هنا الحلوف كيدور الرقي الحلوف مقدم بو كيتشوق امور الرقليه من الشوايه تبارك الله داكشي قداش عنده ما تصابش كم سبب تصاير كيبيع الحرام هذا او العربي الشواي سخن لي الماطه قعدوا خدمت تشيربو